يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في المقبرة للدعاء بعد الدفن؟ نعم، يستحب بعد الدفن أن يوقف على قبر المسلم وأن يدعى له بالثبات، يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن أحد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يستحب بعد الفراغ من دفن الميت أن يوقف على قبره وأن يستغفر له وأن يدعى له بالتثبيت. والله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم، يعني المنافقين، ولا تقم على قبره، فدل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له، أما المنافق فلا يوقف على قبره. نعم.